الهلال أمام جماهير العريضة نجا من ثورة الاتفاق في الرياض، فبالرغم من أن الهلال وصل لشباك ضيفه 3 مرات عن طريق موسى مريقا وقمز في مناسبتين، وقمز للثالث الله. الفريق الكبير دائما أنا عندي إحساس وعندي قناعة أنه ما يتأثر، يمكن يتأثر بواحد اللي هو دائما رمانة الفريق اللي هو يكون المحور دائما، ولكن فريق زي الهلال إحنا شفناه اليوم قدم مباراة كبيرة من أفضل مبارياته يمكن في السنة هذه خلال الجولات الخمس مع حتى كأس آسيا. لأن الضيوف رتبوا صفوفهم بعد ذلك وقلصوا النتيجة عن طريق علي هزازي وهوساوي. هدف ثاني نعم الاتفاق يبدو أنه عائدا من بعيد. عودنا دائما العودة، يعني يمكن الموسم الماضي واللي قبله مع يمكن أبو فهد اللي هو خالد المدرب الأستاذ خالد العطوي، دائما ما يرجع في الفريق والتغييرات اللي يحدثها. احنا شفنا حتى استغربنا من يمكن بقاء أعتقد اللاعب التونسي، يعني كان موهوب وغير حتى في المباراة، يعني كنا نتوقع أنه يكون مشارك، ولكن يمكن بعد عودته يمكن الإصابة تأخر في إشراكه. أتمنى طبعا فريق الاتفاق دائما ينتصر، ولكن دائما دائما يكون عنده دروب في بداية المباراة ويرجع في نهاية المباراة. اليوم لو كان في وقت حتى طويل ممكن كان يرجع مرة ثانية، لكن ذلك لم يغير من الأمر شيء، فوصل الهلال للنقطة العاشرة بينما تجمد رصيد الاتفاق عن 6 نقاط.